فقرتنا الفنية النهاردة، فقرتنا الفنية مع النجمة العراقية كلوديا. كلوديا ابتدت مجالها كملكة للعرب، ملكة البلدان العربية، وبتستعد دلوقتي وبتنتظر نزول اول البوماتها اللي بيحمل نفس اسم الكليب اللي احنا شفناه هو الوقت ده مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله. يا ترى قعدت تحضر في الكليب ده قد ايه؟ تحضر في الالبوم ده قد ايه؟ تعاملت مع مين؟ شعراء، ملحنين، موزعين؟ وبتتوقع ايه ان شاء الله لاصداء نزول الكليب ده والالبوم ده؟ ده اللي هنحاول نعرفه النهارده مع نجمتنا العراقيه المصريه كلوديا. صباح الخير كلوديا. صباح النور، صباح الخير يا ناصر، صباح الخير عليكم كلكم. اهلا كلوديا، ويعني بنتمنى لك طبعا التوفيق ان شاء الله في الالبوم الجديد اللي هيكون تقريبا مع بدايه العام الجديد، يكون عام خير عليكي وان شاء الله يحقق نجاح كبير. كلمينا بقى عن المجهود اللي اتعمل فيه وان شاء الله هيكون ايه طبيعته وكم اغنيه فيه، بنتكلم شيء بالتفصيل عنه. هو بصراحة ألبوم جاء على السريع عشان أنه أنا كنت بجهز لألبومي التراثية كلوديا، هو عبارة عن 15 أغنية من التراث العراقي، فأنا كنت بنجز فيه وبخلص خلاص على أساس أنه هو هينزل. فحصل أنه مع أحدى الشركات الإنتاج حصل اتصال وقالوا لي إحنا لازم نعمل ميتنج مع بعض. يعني هختصر لك القصة، قالوا لي إحنا عايزين نعمل نجمع السينجل وبنفس الوقت أنه إحنا نضيف عليهم أغنيتين جداد وننزل ألبوم جديد، إيه رأيك؟ فشفت العرض حلو ومغري، وخصوصا ان هم يعني وفروا لي دعايه كويسه، كل وصوروا كليب كل حاجه يعني حلوه بالوقت اللي احنا فيه. شركات الانتاج اللي يعني في قحط شويه في شركات الانتاج او في الانتاج على عموما. فاللي حصل طبعا الالبوم اسمه الوقت ده، عباره عن 6 اغاني، 3 اغاني مصري و3 اغاني عراقي. يعني الاغاني المصري هي الوقت ده، بندم قوي، حنن، والاغاني العراقي احبك تجافيني، معذبني بدلاله. تعاونت مع شعراء اكيد في مصر، مع شاعر الكبير هاني عبد الكريم اللي هو دعمني في بداياتي وكان معايا من اول خطايا ودخولي مصر. والوقت ده الحان وتوزيع هاني يعقوب، يحنن كلمات حنان نصر، الحان عصام اسماعيل، توزيع هاني يعقوب. ده بقول لك بالتفصيل. بندم قوي كلمات هاني عبد الكريم، الحان مظفر الامير، توزيع خالد نبيل. اما العراقي كان مع تعاون مع الشاعر الكبير حامد الغرباوي فتقريبا في اغنيتين، ومعذبني بدلاله الحان وكلمات والحان محمد الخطاب، توزيع احمد صالح، والباقيين الاغنيتين توزيع محمد سوري الحان مظفر الامير، توزيع ميثم علاء الدين. كل بعد التفصيلات وبعد كل لقيت الالبوم خلص شفت ست اغاني فسهل انك تتكلم فيه مش عارف. هل لقيتي صعوبه ان انت تغني اللهجه المصريه؟ خالص، عشان انا دخلت مصر وانا بتكلم مصري، عشان يعني مصر هوليود الشرق، فمنتشره في كل يعني في كل تلفزيونات ناربين على الكلام المصري وعلى اللهجه المصريه وعلى الاغاني المصريه، فهي لهجه محببه ولهجه بتحسها زي البونبون، لو بتتكلم فيها بتحس بالمتعه. فانا دخلت مصر بتكلم مصري، الا عدا المفردات اللي لسه بنتعلمها كل شويه، مفردات جديده اللي بنسميها الافيهات. بس على ذكر موضوع اللهجات، يعني الحقيقه بنلاقي برضو ان في اتجاه كبير قوي من المطربين سواء كان حتى في مصر او في المغرب العربي او في المشرق العربي، الاغناء باللهجه الخليجيه. يبدو ان ده يعني شويه يعني بيعمل انتشار في هذه المنطقه. هل انت برضو ممكن يعني ماشي في هذا الاطار في هذه السكه؟ عايزه يعني اوضح بس موضوع معين، يعني عايزه اوضح النقطه دي بالنسبه لي مش بالنسبه لغيري. يعني احنا وطن عربي واحد في الاول وفي الاخير، واذا انت جيت اتكلمت عراقي او انا اتكلمت مصري يعني ده موضوع ما بيزعلش. لا صحيح. فاذا انا مثلا اخترت ان انا اغني باللهجه المصريه او اغني باللهجه الخليجيه او اغني بالتونسي او بالجزائري او بالمغربي، هل ده شيء يعبني؟ لا طبعا، بالعكس، حتى لو انا كان ده بختاره عشان انه انا اقرب من الناس. فالفنان هو عايز ايه؟ عايز يقرب من الناس، الناس تحبه، هو رصيده جمهوره. فكل ما قرب من جمهوره كل ما جمهوره حبه. صحيح. فيعني انا ما بشوفش انه الموضوع ده في حاجه غلط اذا مصري غنى خليجي او خليجي غنى مصري او العكس هو الصحيح. احنا بنتكلم وبنقول احنا وطن عربي واحد، واحنا شعوب ايد واحده ضد اي حاجه، وما بنيجي بنغني بنفترق ليه؟ مثلا فعلا الفن بيجمعنا، يعني فالفن بيجمعنا والفن هويته الفن.
والفنان هويته هو عربي، مش هنقول ان هو حتى لو كان اصله مصري او كان اصله خليجي او كان اصله ايا كان. فاحنا وطن عربي واحد بلهجتنا باغانينا، كلنا بنحس في بعض. اذا غنى واحد يعني اذا غنى مطرب لبناني او فنان لبناني او فنانه لبنانيه اغنيه فيها احساس كلنا هنحس بيها. فما فيش حاجه او مصري يعني او اي حد في الوطن العربي اي فنان كلنا هنحس بيه. ما فيش حاجة بنقول انه ده علشان عايز ينتشر لازم يغني مصري. صوت وفين المشكلة في ده؟ هو بيقرب للشعب المصري. اذا انا بقدم لك حبي فانت اكيد راح تحبني عشان انت رصيدي وانت جمهوري. بس انا حتى لو غنيت مصري انا بعشق مصر وبحب اغني مصري. مع اني انتقدت كتير في الموضوع ده بس حاجة بحبها. ما اقدرش. هو مظبوط برضه. بمناسبة الحب يعني السيد بتقولك صباح الخير يا كلوديا وبتقولك مش ناوية تدخلي مجال التمثيل قريبا. بصراحة أنا مأجلة المشروع ده شوية علشان متفرغة للغناء، عشان جت فترة اتقدم لي عروض أول ما جيت لمصر كتير. فعايزة أقولك في سيناريوهات كتير عندي في البيت وفي أدوار كتير، بس أنا مش مفكرة يعني ما بفكرش في الوقت الحالي إن أنا أدخل مجال. بس أنا عندي معلومة بتقول أنت اشتركتي في مسلسل اسمه مش عارف. ما أنا قلت لك دلوقتي أخدت. بس أنت يبدو أن التجربة ما كانتش عاجباكي أوي. مش ما كانتش عجباني. اول ما دخلت مصر كتر العروضات وكتر الناس بتقول لك، في ناس بتقول لي انه انا ممثله احسن من انا مطربه، في ناس بتقول ان انا مطربه احسن من انا. احيانا الواحد بتحسس خطاه في الاول بالظبط. فاللي حصل انا كنت عايزه احترف الغناء من زمان وانا كنت مكمله في خطي، فشفت الموضوع والفتره دي ما كانتش مأثره عليا، عشان كده كنت انا بنزل سنجل وكنت مصوره اغاني. يعني الفتره اللي انا هختفي فيها من الساحه الغنائيه انا متواجده في كليبات جديده لسه ما نزلتش. فيعني وفيت الخطين مع بعض، فشفت التجربه صعبه عليا في وقتها، فحاولت ان انا انجز الموضوع على اكمل وجه اللي قدرت انا اعمله، وبنفس الوقت خلصته واجلت الموضوع خالص. كلوديا يعني هنستمر مع تعليقات سادة المشاهدين. وسيد زين بيقول لك صباح الخير على ملكة جمال العرب، فعلا تستحق ان تكون ملكة جمال العرب. ملكة الجمال مش بس في الشكل ولكن في الثقافة وطريقة الكلام، وهنئك على اسلوبك في الحوار. عندي هنا معلومة بتقول ان انت دايما بتصرحي ان ملكة جمال العرب لقب ما اضافلكيش كتير او ما اضافلكيش شيء، الكلام ده صحيح فعلا؟ عايزة اقول لك حاجة، يعني كل يعني انا في بعض الاقلام قد تكون يعني هي يعني مش هو نقد بناء، علشان انا اوضح للمشاهدين اوضح لجمهوري انه ليه اللقب ما اضافليش. انا اللقب جيت انا شاركت ملكة جمال العرب او مس عرب وورد، يعني انا ممكن تخلص السنة واسلم اللقب لغيري. صحيح انا تعرفت، بس انا تعرفت كملكة جمال لمدة سنة. كان ملكة جمال اخذت لقب وبعد ما خلص اللقب قعدت في البيت واتنست. هي دي المشكلة، احنا هنعتبر انه اللقب بيقولوا اللقب اللقب دخلني وجمالي هو اللي دخلني الفن، مع انه في جميلات كتير على الساحة الفنية وانا بعتبرش نفسي قمة في الجمال، لكن اللقب حصولي على لقب ملكة جمال العرب كان فيه تفاصيل كتير مش موضوع الجمال بس. يعني بقول انه هو ما ساعدنيش في مسيرتي الفنية. طيب هو بالمناسبة يعني خلينا يعني كان اجتهاد شخصي. تمام، وعشان يكتمل الاجتهاد الشخصي احنا محتاجين نسمع منك حاجه في الاستوديو، لان برضو الاستاذ محمد الحلو بيقول يا ريت تغني اغنيه قديمه. مش عارف هتغني لنا هو ليه قديمه يا استاذ محمد؟ نسمع حاجه من الجديد ويمكن يكون باللهجه العراقيه عشان برضو نبقى سمعنا مصري وعراقي. خلاص اوكي، من فضلك نسمع منك حاجه. اوكي المايك مفتوح صح؟ هنسمع احبك، هي اغنيه كان وشها حلو عليا قوي وانا بحبها. أريد الدنيا تعرف كلها حبك، لأن أتناسى كل شيء وأني قربك، وإذا قلبي عرف بيك أني حلمان، إذا قلبي عرف بيك أني حلمان، يخليني ويروح يبوس قلبك. ميرسي يا كلوديا. بالرغم إن ممكن اللغة العراقية ما تكونش يعني
بالنسبه لاغاننا يعني ما هياش لهجه، بس الحقيقه كاظم الساهر عمل يعني فتح كبير، خلى اللهجه العرقيه قريبه جدا من قلوب المصريين وكتير من العرب. يعني يعني احنا بنتكلم على قيصر الاغنيه العربيه، هو اول من حط سبوت ولغايه دلوقتي حط سبوت على الغنوه العراقيه بشكل كبير، وهو يعني نشر الغنوه العراقيه، وخلينا نقول حتى تاريخ الغنوه العراقيه تعرف مع كاظم الساهر، وقبليه كان عندنا طبعا سفير الاغنيه العراقيه ناظم الغزالي طبعاً، وبعديه سعدون جابر، وكمل المسيره بشكل اكبر واوسع للجيل يعني لجيلين قد موجودين هو كاظم الساهر. على كل احوال كلوديا يعني انت نورتينا النهارده، وان شاء الله نتمنى التوفيق ليكي في الالبوم الجديد، وتكون سنه جديده سعيده عليكي، ونسمعك بالمصري وبالعراقي، احنا قابلينك في كل الاشكال والاوضاع. شكرا جزيلا لك، نورتينا. شكرا ليك يا كلوديا، وبنشكر كل الساده المشاهدين، بشكر طبعا شكرا ياسر، وبنشكر زمان استاذ عمرو الشناوي ودعاء جاد الحق، بنشكر كل الساده المشاهدين على متابعتهم لينا النهارده. يا رب نكون قدمنا فقرات نالت اعجابكم وقفلتكم ان شاء الله. نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده ويوم جديد، وصباح الخير يا مصر.